الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فعلى بركة الله نفتتح هذه الجلسة المباركة لنناقش فيها بحثا أعده الباحث القاضي هشام بعنوان المعايير الشرعية الحائزة على الرأي بالمطابقة، دراسة تفصيلية لمعيار المرابحة والإجارة. وقبل أن نحيل الكلمة للباحث كي يقدم لنا تقريرا مختصرا مركزا موجزا، نرحب الضيف الكبير والعزيز أستاذ ميمون باريش الذي جاءنا من بعيد من مدينة مراكش، وإن كان أستاذ ينتمي إلى هذه المنطقة فهو ابن هذه المنطقة وابن هذه الكلية. ونرحب أيضا بالأستاذ، بل ونشكر الأستاذ المشرف أستاذ محمد المصلح الذي شرفنا بحضور هذه الجلسة المباركة ولمناقشة هذا البحث وهذا العمل العلمي الرصين الأكاديمي. كما نرحب أيضا بأستاذنا جميعا فضيلة الشيخ محمد الحاوية الذي نعتبره ليس شيخا فقط أو أستاذا، بل نعتبره بركة من بركات هذه الكلية، ولذلك فإن حضوره معنا وبمثابة بركة لهذه الجلسة المباركة. فالكلمة للباحث كي يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الرقيب على العباد الهادي إلى سبيل الرشاد المقدر لعباده ما فيه الخير والإسعاد، والصلاة والسلام على خير العباد سيدنا محمد الذي أرسله الله ليرشد الخلق إلى السداد ويفتيهم في أمور الدنيا والمعاد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فاسمحوا لي في بداية هذا العرض المختصر أن أتقدم بجزيل الشكر وجميل العرفان وحسن الثناء لأستاذي الكريم الفقيه الدكتور محمد المصلح، وهو الذي أجدني عاجزا عن تقديم الشكر المستحق له، كيف لا، وهو الذي تفضل بقبول الإشراف على هذا العمل وأعانني عليه منذ أن كان فكرة تحتاج لصياغة عنوانها لتكون أطروحة للعمل إلى أن استوى على سوقه. وطوال 3 سنين من المصاحبة والتوجيه لم يبخل علي بمشورة أو تسديد أو تصحيح، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا وجوب مكافأة من أحسن إلينا ولو بالدعاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. ولأني لا أجد ما أكافئه به على جميل صنعه إلي، فإني أدعو الله عز وجل من كل قلبي أن يبارك له في نعمه الظاهرة والباطنة، وأسأل الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء. ثم أسجي جزيل الشكر لرئيس الشعبة الدكتور نور الدين قراط الذي تفضل مشكورا بقبول مناقشة هذا العمل، كما أرجو الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء على ما أفادني من مساعدة وتأطير في المختبر والشعبة بهذه الكلية المباركة. كما أتقدم بالشكر الجزيل لأستاذي الدكتور الفقيه محمد الحاوي والدكتور أمين الفاطمي اللذين أتشرف بقبولهما قراءة هذا العمل من أجل تسديده وتصحيحه وتقويم إعوجاجه. واسمحوا لي أن أخص بحسن الثناء وجزيل الشكر الأستاذ الكريم الفقيه الدكتور محمد ميمون باريش الذي سعدت أيام سعادة بقبوله الانضمام لتسديد هذا العمل، وهو الذي سبقته سمعته الطيبة أخلاقا وعلما وعملا، وأشكره أيضا على تجشمه عناء السفر من مدينة مراكش الحمراء. والشكر موصول أيضا لكل أساتذة الكرام بهذه الكلية العامرة، ولكل أساتذة بكلية متعددة التخصصات بالناظور، ولكل أساتذة بالمدرسة العليا للأساتذة بفاس. كما أتقدم بجزيل الشكر وجميل الثناء للوالدين الكريمين اللذين واكبا مسيرتي العلمية من الطفولة المبكرة، وغرس في حب العلم من الصغر، وقدم لي كل غال ونفيس، وكان لهما الفضل بعد الله تعالى فيما وصلت إليه الآن.
فلا أملك إلا الدعاء لهما بطول العمر وحسن العمل وبلوغ الجنان. وكذلك أقدم الشكر لإخوتي الأعزاء وأصدقائي والمحبين الحاضرين على معنا في هذه القاعة والمتابعين خارجها لظروف المناقشة في زمن الوباء، عافاني الله وإياكم منه. أساتذتي الأعزاء، لا شك أن مجال الاقتصادية يعد من المجالات الحيوية على المستوى العالمي، حيث يعتبر مجالاً كبيراً وخصماً للتنافس، إلا أن هذا المجال لا يخلو من مستجدات وتحديات وأزمات مالية تؤثر بشكل سلبي على الأنظمة الاقتصادية للدول، الأمر الذي انعكس على البشرية بمعاناة نفسية واجتماعية وسياسية، إما جعل الكثير من علماء الاقتصاد يبحثون عن بدائل تحقق الاستقرار الاقتصادي والأمن الاجتماعي والنفسي للناس. ومن هذا المنطلق تأتي أهمية الاقتصاد الإسلامي عموما والمالية الإسلامية خصوصا بحمولته الشرعية وضوابطه الأساسية وآلياته العملية في وضع الإطار المفاهيمي وفق مقاصد الشريعة العملية، والتي من أبرزها آليات التمويل والاستثمار الشرعية. وفي ظل تحقيق بناء متكامل للاقتصاد الإسلامي، فتحت الكثير من المصارف الإسلامية في الدول العربية وغير العربية، الإسلامية وغير الإسلامية، حيث إنه على الرغم من قصر عمرها الزمني، قد حققت نجاحاً لا يستهان به، حيث استطاعت خلال سنوات من نشأتها تحقيق معدلات وأرباح جيدة. وهذا يدل على رغبة الناس في التعامل بصيغ إسلامية، حيث إن المصارف الإسلامية مؤسسة تلتزم في جميع معاملاتها ونشاطاتها الاستثمارية وإدارتها لجميع أعمالها وفق التشريع الإسلامي ومقاصده. وعليه فقد حظيت الصناعة المالية الإسلامية بكثير من الاهتمام والتطوير على مستوى التنزيل والتطبيق، وذلك لمواكبة المستجدات المعاصرة، الأمر الذي يضع على عاتق القائمين على الصناعة المالية الإسلامية مسؤولية الاجتهاد وضبط التعاملات البنوك، وذلك حرصاً على الترشيد والتجويد الأحسن للصناعة المالية على جميع المستويات والمجالات، حيث تكون موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها الكبرى، وتحفظ الحقوق المالية والنفسية للناس. وعلى الرغم من كل ما هو موجود من الاجتهادات الفقهية النظرية للمعاملات المالية، فإنه يلاحظ على مستوى تنزيل المنتجات المالية في البنوك الإسلامية أنها لم تكن منسجمة مع التصور النظري العام المسطر في التنظير للعقود الشرعية، لأن الانتقائية في تطبيق مبدأ التشارك بين المنتجات التمويلية يؤدي إلى إقصاء البعد التنموي، وقد يؤدي الأمر إلى إلغاء مبدأ التشارك في الربح والخسارة، وهذا مخالف للإطار النظري، حيث نجد تفضيل بعض صيغ التمويل التبادلي كبيع المرابحة وبيع التورق بشكل مبالغ فيه على حساب صيغ التمويل التشاركية الأخرى. وقد لقي هذا التصرف كثيرا من النقد من رواد الصناعة المالية. وفي هذا الإطار انفتحت المملكة المغربية على المالية الإسلامية المتمثلة خصوصا في البنوك التشاركية، وذلك في ظل إصلاح القطاع البنكي، حيث تم الحصول على الترخيص لانطلاق التمويلات الجديدة في أول الأمر، ثم بعد ذلك وضع إطار قانوني غير مستقل ينظم عمل سير البنوك التشاركية، وهذا ما جاء في القسم الثالث الخاص بقانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. ومن أجل ضمان التنزيل السليم لمنتجات التشاركية، أصدر المشرع المغربي منشوراً يحدد فيه المواصفات التقنية لمنتجات المرابحة والإجارة والمشاركة والمضاربة والسلم، وكذا كيفية تقديمها إلى العملاء من طرف البنوك التشاركية وغيرها من مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وكذا المطابقة الشرعية التي تبرز تميز التجربة المغربية بناء على ما جاء في قانون 1203. وعليه فقد وقع اختيار موضوع هذه الأطروحة على منشور والي بنك المغرب رقم 1/2017 المتعلق بالمواصفات التقنية لمنتجات المرابحة والإجارة والمشاركة والمضاربة والسلم، وكذا كيفية تقديمها إلى العملاء دراسة تأصيلية مقارنة لمعياري المرابحة والإجارة، وذلك بتحليل مضامينه ومناقشته على ضوء ما استقر عليه الاجتهاد الفقهي المعاصر، مع الأخذ بعين الاعتبار تجارب الدول التي لها قصب السوق في هذا القطاع الحيوي. ولذلك جاء عنوان هذه الأطروحة على النحو الآتي: المعايير الشرعية الحائزة على الرأي بالمطابقة، دراسة تأصيلية مقارنة لمعياري المرابحة والإجارة. وتتجلى أهم أهداف هذا البحث في بيان الخلفية الفقهية لمواد منشور والي بنك المغرب،
والتي تعتبر في الأصل أحكاما شرعية صيغت على شكل مواد قانونية، حيث تعالت أصوات تتساءل عن مدى موافقتها لأحكام الشريعة الشرعية. الأمر الذي استدعى الكشف عن مصادر كل مادة وعزوها إلى المذهب الفقهي القائل بها، ومنه بيان المرجعية الفقهي للتجربة التشاركية المغربية. ولذلك فإن مشكلة هذا البحث تتجلى في مدى مطابقة المواصفات التقنية لمنتجات البنوك التشاركية لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وإلى أي حد استفادت التجربة التشاركية المغربية مما راكمته التجارب السابقة للدول السباقة إلى تطبيق البنكية الإسلامية. وبناء عليه فقد فرضت طبيعة هذا البحث اعتماد المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، وذلك عن طريق تفكيك مواد منشور والي بنك المغرب المتعلق بالمواصفات التقنية والكشف عنها من خلال جرد أقوال فقهاء المذاهب فيها والدليل المعتمد، مع بيان مواطن الاتفاق وتحليل مواطن الخلاف، وكذا مقارنة بعض الاختيارات المغربية بمعايير الأيوفي والاختيارات الراجحة حسب قوة الدليل، مع بيان التطبيقات المعاصرة للمعاملات المالية. أما فيما يخص خطة البحث فقد اشتمل هيكل بحثي عن مقدمة ومدخل عام وثلاثة أبواب تحت كل باب عدة فصول وخاتمة. المقدمة اشتملت على أهم العناصر والإشكالات والتساؤلات والفرضيات والأهداف والمناهج التي يقوم على أساسها هذا الموضوع. نعم، ثم على مدخل عام يشمل محورين أساسيين، الأول الإطار القانوني للبنوك التشاركية بالمغرب، والثاني هيئات المطابقة في قانون البنوك التشاركية بالمغرب. نعم، سأختصر هذه خطة البحث إلى المهم. الفصل الأول، الباب الثالث والأخير الموسوم بأحكام عقد الإيجار الحائزة على الرأي بالمطابقة، فيه فصلين، الفصل الأول أحكام عقد الإيجار الفقهية، والفصل الثاني خصصته للحديث عن عقد الإيجار المنتهي بالتمليك. وفي الأخير ختمت هذا البحث بخاتمة اشتملت على أهم النتائج والخلاصات والتوصيات التي خلص إليها هذا البحث، ونظرا لضيق الوقت يمكن إجمالها فيما يلي. تأكيد المشرع المغربي على ضرورة عرض جميع العقود والضمانات المشار إليها في المنشور على اللجنة الشرعية للمالية التشاركية قصد إبداء الرأي بالمطابقة فيها. أن مفهوم بيع المرابحة عند المشرع المغربي جاء موافقا لتعاريف فقهاء المذاهب، حيث أتى بمصطلحات متوافقة الدلالة مع تعاريفهم. أن مرافقة القبض للعقد مع الضمان البائع للمبيع مأخوذ من قول جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو موافق لمنصوص المادة الرابعة التي أكدت على ضرورة تمكين العميل من المبيع حقيقة أو حكما، خلافا للمالكية الذين يقولون بانتقال الضمان بمجرد العقد. أن المرابحة في النقود وما في حكمها بالثمن الحال تأخذ أحكام الصرف، وإذا كانت بالثمن الآجل فتمنع المرابحة في الذهب والفضة، وتجوز في الذهب والفضة إذا بيع بالوحدات النقدية، وذلك عملا بما ذهب إليه ابن تيمية وتلميذه ابن القيم خلافا للجمهور، وذلك باعتبار الحلي سلعة من السلع خارجة عن علة الثمانية. أن المشرع المغربي نص على جواز دفع الثمن في عقد المرابحة دفعة واحدة أو من خلال دفعات متعددة حسب الشروط المتفق عليها في صلب العقد، وهذا مقتضى البيع الآجل أو بيع التقسيط، وهو محل اتفاق بين فقهاء المذاهب. كما نص أيضا على أنه يجوز للمؤسسة في حالة تسديد المبكر أن تتنازل عن جزء من الثمن إذا لم يكن بشرط في صلب العقد، وهذا ما ذهب إليه فقهاء الحنفية. في حال عجز العميل عن سداد الأقساط، ميز المشرع المغربي بين العميل المعسر الذي يجب إنظاره إلى ميسرة، وهذا لا خلاف فيه بين فقهاء المذاهب، والعميل المماطل الذي يجب عليه دفع التعويض بمقدار الضرر الواقع فعلا من غير زيادة أو نقصان على الرأي القائل بالجواز، وكذا المصروفات التي تحملها البنك جراء ذلك. إلا أن المشرع المغربي لم يبين المقصود بالأضرار الفعلية الموجبة للتعويض، وكذا طريقة احتسابه والمعايير المعتمدة في تحديد التعويض، حيث اقتصر المنشور في نصه بوجوب دفع التعويض عن الأضرار الفعلية التي لحقت بالبنك بسبب توقفه عن الأداء بعد إثبات ذلك في حدود ما تبقى من الثمن في ذمته. القول الراجح في مسألة بيع المرابحة الآن بالشراء هو القائل بالجواز، وعلى هذا صار المشرع المغربي وعدد كبير من المصارف الإسلامية في العالم الإسلامي. المشرع المغربي أخذ أيضا بمسألة الوعد الملزم الأحادي الجانب، وهو رأي ابن شبرمة رضي الله عنه الذي يقول: إن كل وعد بالتزام لا يحل حراما ولا يحرم حلالا
يكون وعدا ملزما قضاء وديانة، وقد أخذت به عدد من المجامع والهيئات الفقهية. أخذ المشرع المغربي أيضا بعدم جواز المواعدة الملزمة، لأن ذلك في حكم بيع ما لم يملك وما لم يضمن، خلافا لما ذهبت إليه مجامع الفقهية والهيئات الشرعية التي جوزت المواعدة الملزمة بشروط كاشتراط الخيار بين المتواعدين كليهما أو أحدهما، أو بعد تملك السلعة المشترات وقبضها ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الموعد السابق، ما دامت تقع على المؤسسة المسؤولية ضمان المبيع. تركيز المشرع المغربي في تعريفه لعقد الإجارة على إجارة المنافع فقط دون إجارة على الأعمال. أخذ المشرع المغربي برأي المجيزين القائل بجواز الأجر المتغير الآيل إلى العلم في عقد الإجارة. تأكيد المشرع المغربي على ضرورة اشتمال عقد الإجارة المنتهي بالتمليك على ثلاث عمليات: عقد الكراء، وعقد الوعد بالبيع، وعقد البيع، وهي ثلاث وثائق منفصلة، وهذا محل اتفاق بين العلماء القائلين بجواز عقد الإجارة المنتهي بالتمليك. وفي الأخير، وقد ذيلت هذه الخاتمة ببعض التوصيات المرتبطة بهذا البحث، منها ضرورة استكمال تأصيل المواد القانونية المنظمة لما تبقى من منتجات البنوك التشاركية، ضرورة بحث مساهمة اجتهادات السادة المالكية في اختيار المواد المنظمة لمنتجات البنوك التشاركية، ضرورة بحث مدى توافق مواد المنظمة لمنتجات البنوك التشاركية والمعايير الشرعية لهيئات المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية. أساتذتي الأعزاء، في الختام أجدد شكري لأستاذي الكريم الفقيه الدكتور محمد مصلح، وللجنة الموقرة، ولكل من أسهم في مساري العلمي ولو بحرف أو كلمة، وإلى القائمين على الخزانات والمكتبات العامة والخاصة التي أفدت منها، خصوصا مركز الدراسات والبحوث بوجدة ومكتبة آل سعود بالدار البيضاء، وأخيرا ها أنا ذا أضع هذا الجهد بين يدي أساتذتي الأفاضل ليقوموا البحث ويبينوا الزلل، وإني لأسعد الناس اليوم إذ أتيحت لي هذه الفرصة لتقويم هذا العمل، وإني لأتعهد بتصويبه حسب ما ستبدون لي وتهدونني من تصويباتكم وبيانكم لمواطن خلل، فما رأيتم أني أصبت فيه فذلك بعون الله تعالى ثم بفضل مشايخي وأساتذتي، وما رأيتم أني أخطأت فيه فذلك من نفسي وتقصيري وغفلتي، وحسبي أني لم آلو في عملي هذا جهدا ولا ادخرت وسعا، والكمال لله تعالى والعصمة لرسوله صلى الله عليه وسلم طبعا، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وهو حسبي ونعم الوكيل، واستغفر الله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.